أنس مرحبا، ماشي مشكل، دابا تحفظ مع الوقت. الله يبارك فيك الحبيب. أنس لما جات مراكش نادي الكوكب المراكشي، أولى انتدابات أو أولى صفقة لنادي الكوكب المراكشي هو التكناوتي. التكناوتي أكيد أنه أي لاعب ما تيجيش يوقع للفريق بيان سور، أكيد تيكونوا أندية تيكونوا عروض، ولكن الاختيار ديالك لفريق الكوكب المراكشي فأولا وقبل كل شيء كان بغي نوجه واحد تحية تقدير وشكر واحترام كبير لكل مساعدة الرئيس السي محسن مربوح، وكذلك المدرب الكبير السي فوزي جمال، الثقة اللي منحوني والفرصة اللي عطاوني باش أنني نلتحق بفريق كفريق الكوكب المراكشي، كيبقى فريق كبير وعنده تاريخ. فما نكذب شيء عليك، عن نظرة التجربة ديالي مع فريق المغرب ديال الفاسي ما كانتش ناجحة 100%. فكرت على أنني نغادر الديار الوطنية، مشي إن شاء الله للديار الخارجية. تجربة احترافية. كانت تجربة احترافية الاج دو 19 ans، فريق تروا، راه فريق تلعب في الدرجه الثانيه والدرجه الاولى في الدوري الفرنسي. ما تم حتى بنجاح، رجعت لتحت فريق المغرب الفاسي، كما قلت لك لعبت فريق المغرب الفاسي، دازوا اوقات صراحه زوينه. من هذا المنبر تنبغي نوجه لهم تحيه كبيره، كيبقى فريق الام ديالي اللي ترعرعت فيه كل شيء. مي كما قلت لك التجربه ما تمتش، ما كانتش ناجحه 100%. فقلت مع راساتي لما لا نولي نرجع للديار الأوروبية نخد تجربة واحدة أخرى. هذاك هو زعما لوبجيكتيف اللي كان عندي. تا كانت تلقيت الاتصال ديال سي فوزي جمال، هضر معايا قال لي ها لي زوبجيكتيف ديالنا. تفاعلت معاه، لقيت أننا عندنا لي ميم زوبجيكتيف. هو دونك فردت فريق الكوكب على عروض خارجيه. فوالا، حقاش كما قلت لك فريق الكوكب تيبقى فريق كبير وعنده تاريخ حتى هو في المملكه المغربيه، وحصل لنا الشرف اننا نجيو، ونتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونقدموا ان شاء الله كل ما عندنا وكل ما نملك من طاقه باش بنزيدوا بهذا الفريق القدام وبهذا المدينه ان شاء الله القدام. حقاش مدينه كما قلت البارح المدرب زعما ابار كره القدم، مدينه عزيزه عليا فهمتيني كمدينه، ويحصل لي الشرف انني جيت زعما انتمي ليها. نتمنى ان شاء الله باذن الله نكون عن حسن الظن ونقدم كل ما املك باش لا الجماهير لا الرئيس لا الفعاليات المدينه نكون عن حسن الظن ديالهم، ويكونوا راضين على الاداء ولا المجهودات اللي غنقوم بها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله سي التكناوتي فكنتي 19 عام، كانت عندك تجربه احترافيه، تعرفوك لعبتي في الفئه العمريه ديال المنتخب الوطني في المغرب الفاسي، جاوبتي اللاعب الكبير الفاتح ديالك اشرف بن شرقي. فالجماهير المغربيه في مجرد ان سمعوا التكناوتي لانه كان عنده خبره في المنتخب فتتمناو وشوف الرسالة كمهاجم. شوف اول حاجة هو التيران راه مراية فهمتيني، التيران راه توضح كل شيء، والناس راه كتتفرج وكتعرف تقييم الاداء نتاع كل واحد. ان شاء الله باذن الله كما قلت لك نتمنى نكون على حسن الظن، وكما انني مهاجم غادي نكون ان شاء الله نشتغل مركز مهاجم، فكنوعدهم اننا نقدم افضل ما عندي وان شاء الله نحاول نسجل العدد الكبير من الاهداف باش ان شاء الله كما قلت نكون عن حسن الظن ديالهم، ونلق 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 للجماهير للمدينه للجميع الفعاليات ان شاء الله. سي تقدم شي سؤال غادي يكون كلشي كيسول عليه هو بالنسبه للسنه الماضيه كتجاروا رفقه المغرب الفاسي، ماشي بالضروره السنه اللي دارت او السنه اللي دارت، تقريبا شحال ديال الاهداف سجل فصراحة عندي معدل إجمالي نتاع شي 6 ولا 7 أهداف اللي سجلت السنة اللي دازت.
لا في قسم الوطني الثاني لا تنهضر انا على 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 قبل ما نتعرض للاصابه فهمتيني. كنت تعرضت للاصابه هي اللي كانت خلاتني انني بعدت على الميادين. غبت عليها لمده شحال شي 6 اشهر وراك عارف مع الاصابه باش تولي ترجع باش ريكوبيري وباش هذا ما سعفني شيء لحد صراحه. سيرتو فاش هبط الفريق للدرجه الثانيه زعما ما تعرضت للاصابه صافي كان جاتني بحال واحد لا غوبتور. داخل المنتخب الوطني المغربي الفئه اللي لعبت فيها خلاص لعبت فئه العمريه بعدا ديال الفريق المغربي الفاسي كامله والتحقت بالمنتخب الوطني فئه نتاع الفتيان مع السي الادريسي ومع امورها الفتيان الفئه نتاع الشبان مع مصطفى الحداوي. كنت مشيت معهم الجزائر و لعبنا كانت ديك الساعات كنلعبوا واحد التورنوا ديال شمال افريقيا ومع السي ادريسي كنا مشينا لتونس. صافي كانت تجربه زعما هكا فتيان وشبان زعما باش اللي جاورت في اللي جاورت في المنتخب الوطني. شكرا سي التكنوتي مرحبا. فنتمنى ان المعطيات ان شاء الله باذن الله. وانا قلت لك كما قلت لك التيران تيبقى فهمتيني كيبقى مرايا وان شاء الله نكون على حسن الظن. واعد بيان سور واعد فوق راسي وعينيا كتبقى الجماهير لا المغربيه بصفه عامه ولا المراكشيه بصفه خاصه كتبقى على راسنا وعينينا وان شاء الله نكون على حسن الظن وكنوعدهم ان شاء الله نقدم اكثر 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 ما يمكن ان يقدمه الانسان باش نكون عند حسن الظن ونشرفوا هذه المدينه. بالنسبه للرؤيه ديالي كلاعب فهمتيني كواحد من الجمهور فوالا كواحد من الجمهور فنتمنى ان شاء الله يديروا مسيره موفقه فهمتيني. انا عندي الاخ ديالي راه تيجاورهم الحارس التكنوتي راه هذا فهمتيني كاخ وكجمهور ونتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه ويديروا باركور زوين ولما لا يدوزوا للدور الثاني. وراه محتاجين الصراحه لهاد ليكسبلوا راه زعما المغرب محتاج الشعب المغربي محتاج بحال هاد ليكسبلوا شحال ما عشناهم وما ذقنا الطعم ديالهم وحنا نتفاعلوا معهم وما علينا الا نشجعوهم ونساندوهم في السراء والضراء وهذا الشيء ما كان الله يوفقهم. لا ما كندخلش معاه فهمتي فهاد الشؤون كل واحد فهمتيني وعنده حياته الخاصه كل واحد وعلاش مركز مكونسونطري فوالا راه حتى الهضره ما تلحقوش زعما نهضروا قليل فاش تنهضروا معاه مخلي لهم لا كونسونطراسيون توتال ما بغيتش ناثروا عليهم راك عارف. مرحبا مرحبا على الراس والعين مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا.